والعمر وان شاء الله مغترب في خاطر الشيخ محمد بالخياطي والجماعه وفي خاطر القناه تاع عبد القادر بن عبد القادر، ونشكروا خليفه الجيلاني بزاف بزاف في هذا الجمع المتلائم. وصحيح انا المحبين انا المحبين تاعي على كل حال، كما شرفوني شرفهم الله، بارك الله فيك، كما شرفوني شرفهم ربي. انا اقول لكم ان شاء الله ربي يشافيها ويعافيها ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله من كل امراض ان شاء الله، من كل الامراض ان شاء الله يا ربي، ونتمنى لها ان شاء الله شفاء عاجل وعمر طويل ان شاء الله. يا بنتي فاتحه، نتمنى لك تكون لك السعاده والهنا في حياتك، ولا عندك ولاد نتمنى لهم ان يخرجوا لك ان شاء الله في سيرة حسنة. وش اللي نقوله لك، وش اللي نقدر عليه، نطلب لك الله يكون معك بالسلامة والسعادة، وإلى اللقاء. حتى في القبر يبغي يكون معاه شيخ، معاه في السيء والحسنى، كاين من كسب صيفة ما يسوى، ذاك الحبصة مطلب لابنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيداتي أوانسي سادتي أعزائي النظارة الكرام، عمت مساء في هذه الأمسية السعيدة، وأنا أفتخر بهذه القناة، أي قناة بن عبد القادر والمتحدث الضعيف اللي أمامكم الآن. وإحنا لينا وهذا القناة لها حظ كبير وكبير جدا، كما كنت تكلمت مع أخ مواطن ومحب للشيخ بالخياطي، قلت له اليوم عندك عمره، اليوم هذا الاخوه اللي حاضرين معنا هنايا بفضل، وحنا ضياف عند الشيخ خليفه الجيلاني لقندوز الشيخ محمد بالخياطي اللي هو يظهر في الصوره امامكم، هذا هو الشيخ الجيلاني خليفه، والاصدقاء اللي حاضرين في هذه العائله الشريفه. قبل ما نفتتح الحوار نتاعنا اليوم، بودي ان اشكر الأب والأخ اللي يعني الكبير والكبير إلى الله تعالى، وفضيلة الشيخ محمد بالخياطي اللي هو بجانبي الآن، وأنا بودي فخور للمرة الألف مش الثانية، باسمي وباسم هذه الجموع النيرة اللي حاضرة عند أخونا وصديقنا اللي أصبح صديقنا رقم واحد المغترب، ألا وهو الجلالي خليفة. شكرا بزاف بزاف، أنا اليوم في الحق جيت صدفة تلاقيت بعبد القادر بن عبد القادر، صدفة تلاقينا في جديوية، أنا جاي للشيخ خليفة الجلالي عندي موعد معه، وهذا عبد القادر بن عبد القادر مسكين مانيش عارف وين كان، حتى تلاقينا صدفة. ما كاتب الله وجابنا عند خليفة الجلالي مسكين. جينا عند خونا. أنا اليوم جيت عندي قضية، جيت من أجل ابني. ربي يقضيها بقدرة سميع. بالعداسي بن علي، المدعو سيدي علي فنان. قضيت القضية. فنان مسكين. وقضى الله. الحمد لله. قضى الله قضى عليه، شدوا شي 6 أيام أو 7 أيام في الحبس. لا سمعنا. بارك الله فيك أستاذي الكريم. باقي الكلمات تاع محمد تاعنا، الشوفار هذا قال لي الهند ندي الشيخ، الهند ندي، من بعد نطرقوا القصيدة. يا سي عبد القادر، أنا نكون في قضية متسلسلة نورمالمون. إن شاء الله. نكملوا حتى نكمل القضية مع الشعب.
باه تقطع لي كلام. لا اسمح لي الشيخ. لا 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 انت سامحني كي تقطع لي كلام هكذا بالشيء اللي قلته عندك في السابق راك ما تخليني نجي نكمل. لا لا مازال نكملوا يا حسن. واش راني باغي نحكي؟ ومنا غادي تروح عندي ديريكت. ازال. قدرتك انا كاع ما نطيرش. سؤال. قلت لك اليوم الصباح ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اليوم الصباح بربي ان شاء الله بقينا شويه متاخرين. بقات لنا طوموبيل اون بان في الطريق. عيطت لصديقي يا ودي ما تدينيش بلاصه فلانيه. قال لي مرحبا اهلا وسهلا راني جايبه معايا هذا محمد وحبيبي تاع دايما ان شاء الله يا رب. قلت لك جاي لوليدي اليوم يفوت في الشراء بالاثنين 14 اوت اليوم فات اليوم ويطلقوا هادشي راني انا جاني ان شاء الله. هاي ان شاء الله خبر. ان شاء الله يا راني نقول في هذه القصيده نقول القاضي المحنك الصالح ما يحكم حتى يدقق الميزان ما يخليش يرجح من حق المظلوم يسرق. القاضي المحنك الصالح ما يحكم حتى يدقق الميزان ما يخليش يرجح من حق المظلوم يسرق هكذا باش يزيد يفرح وطريق الخير ليه تنشق لهذا القاضي. قولوا امين امين امين. هذا القاضي قالوا لي الجماعه باللي راه في تنس شوف الله يطول عمره والله يسجله الغرس امين والله يسجيه امين. القاضي المحنك الصالح ما كما حتى يدقق دقق مليح في المرضى نتاع وليدي دقق مليح في المرضى نتاع وليدي وشافوا بعينه طلقوا بالبراءة تامة. الميزان ما يخليش يرجح من حق المظلوم يسرق هكذا باش يزيد ينجح وطرق الخير ليه تنشق. أنا صرالي اللي شي به صح زاف اللي زاف زاف اللي قلبي يطلق راهي راهي ممحية. على كل حال على كل حال راني نرجعكم للوجه الأول ونقول لكم اللي القاضي المحنك صالح هذا القاضي مسكين ربي يسجيه أمين وربي يشدلو في ولاده راه وزن وعرف الحقيقة الميزان ما يخليش يرجح من حق المظلوم يسرق هكذا باش يزيد ينجح وطرق الخير ليه تنشق. انا صرالي انا صرالي شي صوالح وزعف اللي خلاني ننتق القاضي ضميره يريح اذا كان مع الحق صادق. هذا القاضي راني نصرح به في قصيدة قلتها بكري وراي شويه ممحيه ان شاء الله ربي يسجيه ويطول عمره امين. هذا القاضي قالوا لي اليوم راه فيتنس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الرفيق تاع الشيخ محمد بالخياطي محمد من بوفريك جينا عند خليفه الجلالي حفظه الله وحفظ المجمع اللي رانا قاعدين الله يطول عمره وش طول عمره وان شاء الله مغترب في خاطر الشيخ محمد بالخياطي والجماعة وفي خاطر القناة تاع عبد القادر بن عبد القادر ونشكروا خليفة الجيلالي بزاف بزاف في هذا الجمع المتلائم وصحيح. الحاج محمد فتح لنا الزوجة تاع خليفة ريم رضا إن شاء الله ربي يشافيه بإذن الله يا رب يا رب يرفع الضر عليها الزوجة تاع ما قال لك شيء يا رب إن شاء الله كما يتنقى الثوب الأبيض من الدنس آمين يا ربي آمين. هذا نتمنوا لها الشفاء الأجر في أقرب وقت إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ربي يشافيها ويعافيها ويعافينا إن شاء الله إن شاء الله آمين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. بارك الله فيك. كنت كريمة من عند الشيخ على الزوجة تاع خليفة تما مرت خوه مرت خويا مرت خوه. أنا أقول لكم إن شاء الله ربي يشافيها ويعافيها إن شاء الله يا ربي إن شاء الله من كل أمراض إن شاء الله من كل الأمراض إن شاء الله يا ربي ونتمنى لها إن شاء الله شفاء عاجل وعمر طويل إن شاء الله يا ربي
ونتمنوا لها السعادة إن شاء الله يا ربي ليها ولبناتها ولوليداتها ولوليداتها ولادها وزوجها خليفة إن شاء الله والكل محب فيها في الدنيا هذه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون دعاء مستجب من طرف محمد تاعنا رفيق الشيخ بالخياطي والإخوة اللي حضروا معنا. الشيخ محمد بالخياطي اللي هو حاضر معنا نغتنم الفرصة ونكلمني أخ الشيخ هذا قال لي أنا حبيبي قال لي محمد الطيب أمين من ولاية خنشلة والله قال لي جد عن ما من ولاية تبسة الشيخ من تبسة ناس بسنة يا ناس أيوة يسموهم محمد الطيب أمين قلت له لا تلاقيت بالشيخ اسمع حضرت معاه شوف اليوم تلاقيت بك صح أنا من ولاية تبسة وكاين ثاني آخر سمحوا لي اسموات والله إلا بزاف كاين الأخ من جيجل الأخ من عنابة الأخ والله إلا كاع مسلم عليكم ولكن دخلتني الذاكرة بزاف الشيخ هو الأم الشيخ راه بيقول لهم كلمة كاع هذا المحبين أنا المحبين أنا المحبين تاعي على كل حال كيما شرفوني شرفهم الله بارك الله فيك كيما شرفوني شرفهم ربي إن شاء الله وأنا دافي بهم نقولوا هذه القصيدة ما تغطي بالثلج ودافي شكون اللي ما تغطي بالثلج ودافي أنا الله يبارك نكون مريض حبابي يجيبوا لي الشفاء من عندهم نكون مغموم احبابي يفرحوني كما درت نصيب الاحباب انا على كل حال نتمنى لكم الصحه والهنا ان شاء الله في هذه الدنيا ونطلب من ربنا يشدنا فيكم ان شاء الله وبالاخص محمد الطيب امين ولاية تبسة وكل الاصدقاء نتاعو والاصدقاء تاعنا في كل مكان بارك الله فيك هذا ما نقول لكم بارك الله فيك والله الشيخ يسمحوا لي كل يوم يكلموني عليك ولكن نسيت الاسماء تاع الشيخ كي راك معايا صيادك نبت عليهم كامل الشيخ كاين هذه وحده البنت اسمها فاتحه ها بزاف فاتحه هضرنا عليها وصبعتك لي قالت لي قول له غير فتح لي باك الثاني وجا بربي تلاقينا به اليوم اخت فاتحه ولا بابك راه هنا قالت وش تجي لي وراه راه شقت لك فتيحه شد اللي قلت لها شقت لها ان شاء الله يا بنتي فتيحه نتمنى لك تكون لك السعاده والهنا في حياتك ولا عندك ولاد نتمنى لهم ان يخرجوا لك ان شاء الله في سيره حسنه وش اللي نقول لك وش اللي نقدر عليه نطلب لك الله يكون معك بالسلامة والسعادة وإلى اللقاء. بارك الله فيك الأخت فاتحة مشلف اللي قلت لي بوي كان يتفرج عليه. قلت لي من مات الأب بقي بوي بالخياطي راكي قلت الكلمة راه سمعها الشيخ. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى الملتقى.